لا يا ربي زنجبيل، لا يا ربي مستطيل. حبايبنا مثل ما انتم شايفين وراي نزل حدث اسطوري كتير شباب، خصومات كتير حلوة كتير اسطورية شباب. خلينا ندخل ونشوف شو في ما في حبايبنا ونقول بسم الله ليتس جو. مرحبا شباب بنات، كيفكم يا حلوين؟ ان شاء الله بخير حبايبنا. رجعت لكم مقطع جيت يا احلى ناس. مقطع اليوم شباب مثل ما انتم شايفين نزل متجر الخم غامض، ولا متجر الخصومات، ولا متجر التخفيضات، ولا اي المهم حبايبنا تخفيض 171. عندنا الجواز امامنا شباب، امام عينا، بدنا نحاول نحصل على اهم اشياء الموجوده شباب، طبعا بالنسبه لاهم اشياء. اوكي حبايبنا الكرام، قبل ما نبلش المقطع شباب لا تنسوا تحطوا زر اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس يا احلى ناس، ونشوفكم بالفيديو. وين نشوفكم؟ باي مصحصح، باي جديد، ماني مصحصح، نشوفكم بالفيديو. اوكي يلا نبلش حبايبنا ليتس جو. طبعا شباب مثل ما انتم شايفين معروف مثل كل مره متجر خصومات، على اليسار عندنا الخصومات وعلى اليمين بدنا نغير الجواز شباب. اوكي طبعا احنا هذا الشيء اللي بيهمنا شباب، طبعا هذا ما راح يهمنا وهذا ما عندي يعني بالنسبه للصفحه الاولى شباب كلها عندي اياها، ما راحش ما في شيء راح يلزمني ابدا ابدا. اوكي راح ناخذ الشيء الجميل الممكن حلو اللي هو نشتري الرومات بحساب، هذا بيلزم الرومات لما ندخل الشراكه ان شاء الله يعطونا الرومات. اوكي بالنسبه للصفحه هاي الثانيه شو هذا؟ ما في شيء يلزمني شباب، المشكلة يا حبايبي راح نغير بدنا ناخذ الاشياء اللي موجودة اونلي. وين بدنا هذيك شباب؟ بدنا الموتور 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 بدنا الموتور والثلجي. وينهم؟ وين الموتور والثلجي؟ ما راح نقعد نشتري بس الرومات شباب، خلينا نعمل تحديث بدنا بس بدنا اجت الموتور. هذا الراجل ناريه كبرى يا سلام، بس كثير غالي معلم، والله شباب كثير غالي ما راح يمشي الحال. راح نعمل تخفيض جميل، لا 70 70 70 70، لا زفت نو ما اقبل، انا ما اقبل نو 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 اي دونت اكسبت نو هي صدقني اي دونت اكسبت. اوه في عندنا هذول البادجات، نشتري بادجات، حشتري بادجات كمان. شو هذا شباب؟ كل ما بخفض يا الزلمه بينزل التخفيض، شو عم يصيرون يا الله؟ وال لا لا صدقني راح ندور عليه. يلا ها يلا عم اضربه وال اقسم بالله شو هذا عم شو هذا؟ ايه لا هذا شباب يعني ما راح، لا ما راح ما بدنا المشكله، لكن المشكله يا شباب آخر مرة. بهدول شكل شباب لأنه في أشياء حلوة وأسطورية مشان هيك يعني. لأنه في أشياء حلوة وأسطورية مشان هيك، بس أنا بدي أرد أبكس مرة ثانية. يانا يا هوي ها. يلا ها. وهي قهوة جنبي قاعدين، قهوة قاعدين جنبي. يلا نشوف ها. 64 أوكي. أوكي. ماشي ماشي. بدنا ناخذ ناخذ الموتور، ناخذ ال 15 القسيمه هاي، وناخذ البادجات كمان بيلزمونا شباب. يلا نعمل شراء الان. ابلع قولي. او الثلج كمان طلعت لنا بنفس الوقت. شوفوا الثلج شباب، شوفوا 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 شوف. يعني شوفوا الثلج شباب 170 جاني تخفيضات، يعني والله عيب عليهم. اوكي خلينا ناخذ الثلج كمان. هذا هو الشباب، حصلنا على الاشياء المهمه اللي تلزمنا يا جميلين. بالنسبة يعني شباب ما في شيء يعني يلزمني يعني بالنسبة للبطاقات شباب، يعني ما راح يطولوا كثير لأنه الحاضنة مطولة كمان، يعني موجود كل شيء اللي عندنا والحمد لله. أوكي شباب راح أشوف أنا بعدين أوف لاين، وراح أشوف إيش الأشياء اللي يلزموني أجيبهم على رواق شباب. أهم شيء أخذنا الأهم شيء الأشياء المهمة شباب، أخذنا الأشياء المهمة يا حلوين. سوري بس وين وين ناخذ الاشياء المهمه اللي هو الثلج الجديده، ثلج الكوبرا شباب. التسريبات نزلت لكم يا حبايبنا، ثلج اسطوري عن جد. راح ندخل ونجربها الان بالهذول. واخذنا الرقصه يا شباب، لا مو الرقصه، لك هي الموتور، فكرت الرقصه يا زلمه، الموتور شباب، موتورنا الجديد. اوكي هيك حصلنا على جزئين من الكوبرا شباب، عن قريب شباب راح ينزل
راح ينزل ال 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 راح ينزل ال MP40 وراح ينزل احداث الكبرى الجاي جاي على الطريق شباب، فهمتوا علي؟ هي ناخذ هذول تاع هذول عشان نعمل البروفايل تبعنا 333 على رواق شباب. اوكي يا حبايبي، هيك بكون يعني شفنا الاشياء الجديده بالحدث هذا، والحدث عم نقوله عليه شباب الحدث الكبرى، يعني مثل ما شفت لكم نزلت لهم الفيديو اللي فات بال التسريبات حبايبنا، شفتوا كل شيء. راح ينزل سكين جديد لحاله، نقدر نغير له لونه، نغير له كل شيء، نغير اللون، راح ينزل رقصات كمان وصلوا ما بعرف اذا نزلوها هون. خلينا ندخل نشوف شباب، تنزل رقصة الموتور، رقصة الكوبرا ولا انا كنت بفكر. المهم لسه ما حاطينها. المهم شباب راح ينزل رقصة جديدة، رقصتين جداد شباب راح ينزل. لا بالنسبة لحدث كوبرا راح يكون في ثلاث رقصات مثل ما نزلت لكم بالتسريبات الموجودة بالفيديو اللي فات حبايبي. وشو كمان راح ينزل؟ ايوه راح ينزل السكين. اوكي وراح ينزل ثواني، خلينا ندخل على التدريبات شباب، حابب اشوف منظر الثلج. وراح ينزل يعني احداث اسطوريه شباب، والبي 40 شباب عن قريب، يعني غدا يا غدا يا يعني الايام الجاي شباب، يعني لا الايام الجاي بالعاده يمكن ينزل يوم السبت احداث اسطوريه، غدا كمان يعني فهمتوا علي. بس ندخل حابب بس اشوف منظر الثلج شباب، خلينا ندخل نشوف منظر الثلج شباب. Let's go. Let's go. الثلج هي موجودة فوق، نشوف منظر الثلج يا شباب. أوب. هاد. قولي هاد نظر. أوكي شباب. يا زلمة لا تبلش. لا تبلش. أي خلينا على رواق يا زلمة. ها. هاي الثلج شباب الحلوين، شايفين شباب؟ هاي هي الثلج الاسطوريه الكبرى الافعى الجميل. اهلين حبيبي، هلا كيفك وان شاء الله بخير على راسي. هلو 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 شباب عم يتيموا معنا. اوكي شباب هاي هي الثلج الاسطوريه شباب، معنا الاثنين من المتابعين الحلوين. راح اموت بعد شوي، متد موتوني. اوكي جاي 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 جاي، ما راح اخليك على روح. تعال 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 تعال. هذا هو هذا ابشر بربر، يلا نقلع. ايوه هذول اصحابنا. هذا شو هذا؟ اوكي يلا معه. هذا ايش معنى الناس ايش؟ يلا روح روح. معلم والله للاسف حقيقي عم نعمل معه 1v1. I'm sorry bro. اوكي يلا روح يلا روح يلا روح. هاي الحركة ال والله هيك بيعملوا والله هاي شباب كفو والله لوس. يلا تعال اللي بعده مين بيذبح؟ اوكي يلا روح روح يلا مين بده؟ يلا روح يلا روح. شو هذا كله بيلعب يا زلمه؟ والله اسطوري 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 والله برجع عليهم اساطير 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 اساطير. شوف شوف الاصلع شوف الاصلع يا زلمه شوف الاصلع نازل بوم 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 طيور. طول بالك يا معلم. يلا خلينا نعمل اخر فايت مع هذا الجميل. يلا يلا نروح يلا نروح. طيب كله كله صار شو؟ روح 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 روح. يختمني يا الله. البيت سنتك منك له. شباب شو هذه الزحمة هاي؟ يلا يا شباب على زيكم حبيبي، نعطيهم وردة وقلب للجميلين. هاي وقلب لكم حبايبنا، إذا عم تشاهدوا راح تشوفوا الفيديو بعد شوي. يلا بشوفكم على خير، إلى اللقاء، باي باي. أنا بذهب، الدنيا ريحني، تخيل أرقم. هلا إلى اللقاء. لايك. اوكي حبايبي الكرام،
هي بكون انتهى فيديونا اليوم شباب، ان شاء الله عجبكم المتجر شباب. متجر فيه كتير خصومات شباب الصراحة. انا فيه كتير اشياء شباب يعني ما تلزمني اوكي، عندي اياهم مثل الرقصات والمبلدات وكتير من الاشياء حبيبنا. راح اشوف انا بعدين شباب الاشياء المهمة، راح مثل البطاقات والرومات راح اخدم انا على الرواق اوفلاين حبيبنا. ان شاء الله عجبكم المقطع يا اساطير، بنشوفكم على خير، بنشوفكم ان شاء الله مسجد بس جديد شباب. ما عم في كودات شباب، عم نحاول وزع، عم يصني كودات اوكي، وان شاء الله عن قريب راح تدخل شراكه اوكي شباب. مسجد بنشوفكم على خير والى اللقاء، سلامات.